ينضم إلي هاتفياً الدكتور عمرو سليمان، هو أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو، أهلاً بك وكل التحية. يعني أعود مع حضرتك إلى الموضوع الرئيسي الذي نتحدث فيه، هو عن حال الاقتصاد وماذا عن المرحلة المقبلة، كيف هي الرؤية الشاملة في هذه اللحظة؟ يعني في الحقيقة هذه اللحظة مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتكلفات السيد الرئيس اليوم لهذه الحكومة الجديدة بمجموعة من الملفات، حاضر فيها الملف الاقتصادي في الثمان تكليفات الرئاسية للحكومة، وحتى من أولها من تكليف الأمن القومي وانتهاء بملف الأسعار وتشجيع القطاع الخاص. في الحقيقة يبقى الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني هو أهم داعم للاقتصاد. بدون استقرار عسكري وجيش قوي يحمي الحدود وشرطة قوية تؤمن الأمن الداخلي، لا يمكن الحديث عن أي نمو اقتصادي أو تنمية مستدامة. وبالتالي بنجد التكليفات الخاصة بالاقتصاد واضحة وضوح الشمس في انحيازها للمواطن من خلال التكليفات الخاصة بالتركيز على التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري والاستثمار في المصريين، وأيضا ملف هام جدا وهو ملف الأسعار ومحاربة التضخم وتوفير السلع للمصريين، وهو ملف كان الأكثر إزعاجا في الأزمات الدولية الموجودة خلال الفترة السابقة. ويمكن احنا بنشوف إذا كانت الأسعار في مصر ارتفعت ووصلت ل 35%، إلا إن ده تراجع في الشهور الأخيرة، وبنجد دول أخرى في الإقليم بل دول بتتعدى صادراتها الصادرات المصرية زي تركيا، النهاردة بنتكلم على معدل تضخم 75% في الأخبار الحالية. وبالتالي لدينا أزمة عملنا على إيجاد حلول لها، وهي موجودة في أولويات الحكومة الجديدة وفي التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة. نعم، طيب هذا عن موضوعنا يعني الأساسي الرئيسي، لأنه نحن في لحظة مهمة وفارقة في مرحلة العمل الاقتصادي، لكن دمجا أيضا الاقتصاد التجاري والدولي والعلاقات الدولية بتنعكس سلبا وإيجابا على الملف السياسي في المنطقة، كذلك الملف الاقتصادي في الداخل. وزير الخارجية اليوم يعني مع وزير الخارجية الإسباني، إسبانيا دولة مهمة، دولة داعمة لقضية فلسطين والشرق الأوسط، دولة صديقة لمصر وهناك علاقات طيبة للغاية. كيف هو يعني مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا؟ كثير من الملفات السياسية المصرية تتبنى فكرة الدبلوماسية الاقتصادية، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة قبل وزارة الخارجية المصرية، ولذلك دائما ما نجد أن كل الفعاليات السياسية على هامشها يكون هناك اهتمام اقتصادي. ذلك أن الثقة السياسي لمصر في العالم يؤهلها للاستفادة من فرص كثيرة في المجال الاقتصادي. نرى ذلك في التعاون مع اسبانيا اللي حضرتك اشرت اليه بشكل خاص، واسبانيا دولة هامة جدا في ومؤثرة في قرارات الاتحاد الاوروبي اللي بتربطنا بعلاقات اقتصادية وتجارية هامة جدا جدا للاقتصاد المصري من حيث الصادرات والواردات، وايضا في مجال الدعم التنموي والمنح الخاصة بالاقتصاد
التنمية والتعاون الدولي. الدولة الإسبانية نفسها لدينا حجم تبادل تجاري يتجاوز الـ5 مليار دولار مع إسبانيا، وهو من الدول القليلة التي فائض المعاملات التجارية معه هو في صالح مصر إيجابي، بعد زيادة الصادرات المصرية بشكل خاص في الصادرات الزراعية والملابس. التعاون الاقتصادي مع إسبانيا رغم الثقل السياسي للدولتين، ولكن لم يصل بعد إلى الحجم المأمول في ملف الاستثمار الإسباني في مصر. نتحدث فقط عن حوالي 60 مليون دولار حجم استثمارات إسبانية في مصر، وهو رقم متواضع مقارنة بالإمكانيات الإسبانية. ولذلك يمكن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في لقائه مع رئيس الوزراء الإسباني من قبل كانوا حريصين على تدشين مجموعة من المبادرات لدعم الاستثمار ما بين البلدين. شفنا ده حاضر في منتدى الأعمال وفي إنشاء مجلس الأعمال المصري الإسباني في نهاية عام 2021. وأعتقد إن كثير من الشركات الإسبانية خلال الفترة القادمة، خصوصا وأن مصر تعد لمؤتمر اقتصادي هام جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية، سيكون حاضرا فيها الجانب الإسباني للاستثمار في مصر بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل خاص. طيب دكتور عمرو، يعني الحقيقة أنه وزير الخارجية تحدث في تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وعبر عن رغبة مصر أيضا في أن تشارك إسبانيا في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في نهاية هذا الشهر في مصر بمستوى رفيع ومستوى مهم ومستوى فاعل. في النهاية هذا هو الأهم بشكل أو بآخر. هل يمكن إقرار اتفاقيات يمكن أن تغطي صناعات بعينها في مصر؟ هل يمكن أن نستفيد من الخبرة الإسبانية في عدة مجالات؟ وماذا يستفيد الإسبان أيضا من شراكتهم مع مصر؟ لدينا خبرات إسبانية في نعم. مجال النقل النظيف، و هو ملف هام جدا الدولة المصرية بتعمل عليه من خلال شبكات النقل النظيفة الجديدة اللي بيتم إنشائها. أيضا الملف الصادرات الزراعية للدولة الإسبانية هو ملف فيه معدلات نمو متميزة وكبيرة ولافتة للانتباه. أيضا وجود الشركات الإسبانية في مصر والاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وأمر هام جدا للجانب المصري، وربما ما يخص أنظمة الري وأنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة. هذه الجانب الإسباني له خبرة كبيرة جدا في هذه المجالات، ومصر دولة استراتيجية التنمية المستدامة فيها تركز على هذا الجانب وهذا المكون الحاضر في الاقتصاد المصري بشكل عام. ربما أيضا التعاون في مجال خفض انبعاثات الكربون والخبرة الإسبانية في تمويل الأبحاث والشراكة، يمكن كان لدينا شراكة مع أكاديمية البحث العلمي المصرية والجانب الإسباني في هذا الموضوع، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك كثير من المشروعات في هذه المجالات. يمكن لدينا أيضا القطاع الصحي، ومصر بتحاول الآن تقديم نقلة نوعية في
القطاع الصحي وآليات إدارته أيضا يمكن الحقيقة هناك عدد من القطاعات يا دكتور، يعني عدد كبير وتسير بشكل متوازي، لكن فكرة الشراكات مع الآخرين مع أصحاب الخبرة، كذلك ربط الاقتصاد مع جودة العلاقات السياسية، أعتقد أنه أمر مهم للغاية. بشكرك يا دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان.